إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. لا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أعزائي متابعي القناة من المسلمين وأصدقائي متابعي القناة من المسيحيين، أحب أقول لكم أن المسيح بيدعونا كلنا لمعرفته. أنا فعلا سعيدة جدا وفخورة بالمسيح، وزاد حبي للمسيح وتعرفت عليه أكتر لما شفت وسمعت مناظرة الدكتور منقذ السكار والأخ رشيد حمامي بعنوان شخصية المسيح في القرآن الكريم. المناظرة اللي انتظرناها من فترة طويلة، ورابط المناظرة كامل سيتم وضعه في صندوق الوصف أسفل الفيديو. فتعالوا في البداية نتعرف على ضيوف المناظرة. الدكتور منقذ بن محمود السكار، أكاديمي سوري حاصل على الدكتوراه من جامعة أم القرى في مجال مقارنة الأديان، له العديد من السلاسل العلمية حول المسيحية والإسلام في الفضائيات والإذاعات العربية، إضافة إلى مئات الحلقات على قناته على اليوتيوب. قدم للمكتبة العربية 18 كتابا، إضافة إلى 10 كتيبات أهمها هل العهد القديم كلمة الله، وكتاب هل العهد الجديد كلمة الله، وبعض كتبه مترجمة للغات عديدة من بينها الإنجليزية والفرنسية. وللدكتور منقذ ما يقرب من 30 مناظرة مع بعض القصص والأكاديميين المسيحيين. أما الطرف الثاني، الأخ رشيد، باحث وكاتب إعلامي حاصل على شهادة الإجازة في مقارنة الأديان وماجستير في العلوم السياسية، قدم برنامج سؤال جريء ويقدم الآن برنامج بكل وضوح، وأيضا برنامج أبولوجيا قدم ما يفوق على 700 حلقة مرئية على التلفزيون ويمكنكم مشاهدتها أيضا على اليوتيوب. كتب 3 كتب باللغة العربية مترجمة إلى لغات أخرى، داعش والإسلام، مستقبل الإسلام، وإعجاز القرآن. أجرى عددا من المناظرات حصلت على ملايين المشاهدات مع شيوخ مسلمين مثل الشيخ محمد الفزازي والشيخ طارق يوسف والشيخ محمود عامر والشيخ عمار صالح موسى. وبعد ما تعرفنا على طرفي المناظرة، تعالوا نسأل الدكتور منقذ كيف ينظر القرآن للمسيح عليه السلام. القرآن يعتبر المسيح عيسى ابن مريم واحدا من أعظم أنبياء الله تعالى، تحدث عن شخصه في مواضع عديدة، تناول فيها ميلاده، رسالته، معجزاته، خصائصه، نجاته من الصلب عليه الصلاة والسلام. طيب ممكن حضرتك تدينا أمثلة على كلامك من القرآن؟ ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، ثم يقول إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ثم يحكي الله تبارك وتعالى عنه فيقول من صفات العبد أنه يعبد الله تبارك وتعالى، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. والمسيح عليه الصلاة والسلام حين أشرق على الدنيا بطلعته قال إني عبد الله، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وهل الكتاب المقدس أكد ما قاله القرآن عن عبودية المسيح لله؟ العهد القديم حين تحدث عن المسيح أيضا ذكره بوصف العبودية مؤكدا ما قاله القرآن في إشعياء 42 هو ذا عبدي الذي أعضده. وهذه النبوءة نقلها متى في الأصحاح 12 ليتم ما قيل على لسان النبي أشعياء هو ذا عبدي، هو ذا عبدي، فهو عبد لله تبارك وتعالى.
في أعمال الرسل أيضا تحدث عنه سفر أعمال الرسل، قد مجد عبده يسوع، عبده يسوع فهو عبد من الله تبارك وتعالى. في نص آخر أقام الله عبده، أقام الله عبده فهو عبد لله تبارك وتعالى. إذا كان المسيح عبد لله، فما دليل عبوديته في القرآن والإنجيل؟ من لوازم العبودية أيها الأحباب الصلاة، العبادة لله عز وجل. فهل كان المسيح العبد يصلي لله عز وجل؟ نعم، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. يخبرنا لوقا فيقول: في تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلي، وقضى الليل كله في الصلاة لله، يقضي الليل كله وهو يصلي لله. فهل كان الله يصلي لله، أم كان المسيح عبد الله من يصلي لله تبارك وتعالى؟ المسيح كان يسجد لله وخر على وجهه وكان يصلي قائلا: يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. عبد الله يصلي لله. البابا شنودا في حديثه مع الوثنيين يضع معيارين جميلين للكشف عن الآلهة الحقيقية من الآلهة المجازية، الآلهة غير الحقيقية. يقول: طبيعي أن التي تسجد لغيرها لا تكون آلهة بالحقيقة. الإله الذي يسجد لغيره هذا ليس إلها حقيقيا، إلها مزيفا. ويذكر معيارا آخر: أن الذي يموت ويسقط لا يكون إلها، من صفته الموت ليس إلها حقيقيا، هذا إله مزيف. بما إن المسيح عبد لله في القرآن وفي الكتاب المقدس، أكيد هيكون ليه صفات بشر، فهل أكد القرآن والكتاب المقدس على أن المسيح هو بشر وليس إله؟ القرآن كان ينفي عن المسيح عليه الصلاة والسلام صفة الألوهية، إذ نسب إليه صفات الضعف البشري التي يقر بها النصارى حين يقولون بأنه إنسان كامل، الأكل والشرب وما يلزم عليهما من إخراج. يقول الله عز وجل: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. كانا يأكلان الطعام، ماذا يستلزم أكل الطعام؟ الطعام والشراب يستلزمان نواقص لا تليق بالألوهية، الإخراج لا يليق بالله تبارك وتعالى. وهنا أسأل الأستاذ رشيد سؤالي الثاني: وأنت تؤمن أن المسيح كان إنسانا كاملا يأكل ويشرب ويتبول ويتغوط، هل يستحق ناسوت المسيح، ناسوت هل يستحق العبادة في لحظة التبول والتغوط؟ هل جسد المسيح وناسوته يستحق العبادة في هذه اللحظة المشينة؟ هل هناك أحد عبد المسيح عليه الصلاة والسلام أثناء قضائه لحاجته؟ الله عز وجل يخبر بأنه هو الذي يعلم كل شيء، يتحدث عن يوم القيامة: قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. هل يعلم المسيح عليه الصلاة والسلام متى الساعة؟ لا. يقول: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن إلا الآب، كما قال الله في القرآن: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير يعلق على هذا النص، يقول: لا، المسيح يعرف متى سيكون الساعة. طيب ليش قال ولا الإبن؟ يقول: حتى لا يلح التلاميذ في طلب معرفة ذلك اليوم، يعني كذب عليهم، بمعنى ما يقوله جناب القس، كذب عليهم حتى لا يلحوا عليه، ليتخلص من إلحاحهم أخبرهم بأنه لا يعرف الساعة. حاشا للمسيح عليه الصلاة والسلام أن يكون كذابا. الكتاب المقدس يخبرنا عن نواقص أخرى تشبه ما ذكره القرآن الكريم. ابتدأ يحزن ويكتئب
وقال نفسي حزينة جدا حتى الموت. السؤال، هل يناسب صفة الحزن والاكتئاب، هل تناسب الله تبارك وتعالى؟ المسيح كان يقدم نفسه كنبي. قال الله عز وجل في القرآن: يا بني إسرائيل إني رسول الله. فماذا يقول المسيح عن نفسه مصدقا على ما قاله القرآن؟ أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. هو يعترف بإنسانيته ويقول: أنا إنسان كلمكم بالحق، يعني رسول كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. وبعد أن قدم الدكتور منقذ السقار عرضا سريعا لشخصية المسيح في القرآن الكريم، وقدم إثبات على ما يقوله القرآن عن السيد المسيح عليه السلام بالاستشهاد بمصادر أخرى ومنها الكتاب المقدس الذي يؤمن به النصارى، اعترض الأستاذ رشيد حمامي على ذلك وقال: كما توقعت أن الشيخ سيخرج عن موضوع المناظرة. المناظرة ليس عنوانها المسيح في الكتاب المقدس والقرآن. لا يستطيع الشيخ منقذ السقار الالتزام بموضوع المناظرة. لقد قام الدكتور منقذ بالرد على اتهام رشيد له بخروجه عن موضوع المناظرة، وذلك في لقاء بعنوان كواليس مناظرة شخصية المسيح في القرآن بين الدكتور منقذ السقار والأستاذ رشيد في قناة لحظة وعي مع الأستاذ نبيه الصبا، وسيتم وضع رابط الحلقة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. الحقيقة أنا يعني أناظر من 20 سنة، وكل مناظراتي وحتى أحيانا حواراتي بل حتى المحاضرات لا أستطيع أصلا أن أتجاوز موضوعي إلى موضوع آخر. مش فقط أراه عيبا، لا، أنا لا أستطيع، يعني أنا دائما أنحصر في موضوع، وانحصاري في الموضوع يجعلني أحيانا أقصر في حواشيه لأني أنا مهتم في لب الموضوع. فبالتالي يعني هذا الغلط لا يمكن لشخص أكاديمي أن يفعله. ويعني أعلم وراجعت رسائل ماجستير ودكتوراه، لا أقبل من طالب أنه يقدم عملا ثم بعد ذلك يخرج عن الموضوع. فإذا كنت كذلك فمن المستحسن يعني أو المتوقع أني لا أقع فيه. الحقيقة يا أخواننا، هو العنوان إيش هو؟ شخصية المسيح عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم. طيب ماذا يقدم القرآن الكريم المسيح عليه الصلاة والسلام؟ أهم قضية يقدمه فيها أنه إنسان فيه كل صفات الإنسانية، كل ضعفات الإنسان، ومنها الأكل والشرب إلى غير ذلك، ومنها أنه نبي ورسول. طيب أنا هذه القضية هي قضيتي التي جئت لإثباتها، وباقي القضايا عندي كلها لا قيمة لها. طيب السؤال، كيف أثبت هذه القضية للسادة المشاهدين؟ كيف أثبت أن ما قاله القرآن الكريم عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه إنسان وبشر ونبي ورسول أنها حقيقة؟ طيب نسأل علماء الجغرافيا مثلا، لا علاقة لهم. علماء التاريخ، لا. نرجع لنظرية نيوتن، نسأل أينشتاين، هؤلاء لا علاقة لهم. طيب كيف أثبت هذه القضية؟ في عندي مسلكين. الأمر الأول أن أعيد تكرار آيات القرآن الكريم، جيب كل آيات القرآن الكريم التي تحدثت عن المسيح عليه الصلاة والسلام وأنه نبي ورسول، وأشرح 1، 2، 3، 4، 5، 10 آيات. طيب السؤال، يعني ما قيمة أن تذكر آية ولا آيتين ولا 10 آيات؟ طيب المسلم يكفيه آية تقول بأن المسيح رسول الله عن 10 آيات. طيب النصراني لو أحضرت له 20 آية تقول بأن المسيح هو نبي من أنبياء الله عز وجل، إيش النتيجة؟ ولا شيء. 20 آية ولا 100 آية ما تقدم عنده شيء. طيب إذن ينبغي أن أبحث عن أدلة موضوعية يرتضيها كل من يستمع إلي. المسلم يستمع إلي يقبل آية واحدة، لكن الآخرين يبحثون عن أدلة معيارية موضوعية تقنعهم بأن ما قاله القرآن هو صحيح. طيب أين أبحث عن هذه الأدلة؟ أينشتاين؟ ما معقولة. نيوتن؟ مو معقولة. علم الفلك، الجغرافيا، التاريخ. عندي الآن محددات أريد أن أبحث لإثبات ما قاله القرآن الكريم. أول معيار كان أن أسأل المسيح نفسه، أن أسأل المسيح نفسه: ما هو رأيك في ذاتك أيها المسيح عليه صلوات ربي وسلامه؟ طيب لو أحضرت لهم من القرآن: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، سيقول المسلم: ما شاء الله، يكفي.
طيب لكن غير المسلم ماذا سيقول؟ هذا من القرآن، نحن لا نؤمن بالقرآن، أعطنا أدلة أخرى. أقول له نعم، سأعطيك أدلة من كلام المسيح الذي أنت تؤمن به. أنا لا أؤمن به. في الإنجيل، الإنجيل والتوراة تحدثت عن المسيح، فماذا قالت عنه؟ هل قالت عنه بأنه كما قال القرآن إنسان، ولا قالت عنه بأنه إله؟ فأنا أحضر دليلا من كلام المسيح عليه الصلاة والسلام، كلام المسيح الموجود في كتبهم، لأنه اللي موجود في القرآن خلاص ما حيؤمنوا به. طيب هذه واحدة. الأمر الثاني، ليش ما نسأل معاصري المسيح، الناس اللي كانوا مع المسيح؟ طيب هؤلاء يعطونا رأيهم في المسيح عليه الصلاة والسلام، سواء كانوا مؤمنين أو كانوا كفار. من أين أحضر لك آراء معاصري المسيح؟ يعني وين هي محفوظة آراء معاصري المسيح؟ محفوظة في الكتاب المقدس، محفوظة ببعض الشهادات التاريخية. إذن ينبغي أن أحضرها وأضعها أمام الناس، دليل معياري مقبول. بعد ذلك في عندي رأي لعلماء، بعضهم قساوسة، بعضهم أساقفة، بعضهم بابا، بعضهم أكبر علماء الأنجليكان في العالم، بعضهم إحصائيات عن كل المسيحيين في العالم تقول بأنه الناس كلها تتشكك بألوهية المسيح، والناس كلها تؤمن أنه نبي ورسول. الرد المقنع جدا من الدكتور منقذ السكار على الدعاء رشيد بخروجه عن موضوع المناظرة. فيا ترى هل الأستاذ رشيد أجاب على أسئلة الدكتور منقذ؟ وماذا كان رده؟ بالنسبة للقصة القرآنية كلها، ما أتى به القرآن يعرفه الصغير والكبير قبل الإسلام بقرون. مثلا يقول نيل روبرتسون الأستاذ الكبير، نيل روبرتسون المحاضر في الدراسات الإسلامية، قال بعض ملامح التمثيل القرآني ليسوع والتي لا يمكن تعقبها في الأناجيل القانونية أو في الدايت سترون هي مشابهة لما جاء في إنجيل الطفولة المنحول. كل ما قيل في القرآن كان موجود في هرطقات رفضتها المسيحية عبر العصور. القرآن، أتحداك أمام العالم أجمع، القرآن لم يأتي بجديد ولا في آية واحدة عن المسيح. سأعطيك لائحة الأمور التي ذكرها القرآن. قصة ولادة مريم، قصة الكفالة والأقلام، قصة إقامة مريم في الهيكل، كلها مأخوذة من إنجيل يعقوب المنحول الذي رفضته الكنيسة وهو من القرن الثاني للميلاد. قصة ولادة المسيح والنخلة أخذت من إنجيل متى المنحول وهو من القرن السادس قريب من عصر محمد. قصة كلام المسيح في المهد أخذت من إنجيل الطفولة العربي وإنجيل متى المنحول من القرن السادس الميلادي. قصة خلق الطين، خلق الطير من الطين مأخوذة من إنجيل توما المنحول وإنجيل الطفولة العربي وإنجيل متى المنحول. قصة الشبيه، وكان الإسلام اخترع شيء. الإسلام يردد ما قاله المهرطقون من مقالة شيت العظيم ورؤيا بطرس الغنوسية وهي من القرن الثالث والرابع الميلادي. لا شيء جديد في قصة القرآن، وأنا أتحداك أن تعطينا شيئا جديدا. والأستاذ رشيد بالرغم من انتقاده واتهامه للدكتور منقذ بالخروج عن موضوع المناظرة وهي شخصية المسيح في القرآن الكريم، إلا أنه يناقض نفسه بنفسه ويخرج عن الموضوع باتهامه أن القرآن نقل واقتبس من الأناجيل المنحولة ويستند لهرطقات رفضتها الكنيسة. ويتحدى الأستاذ رشيد الدكتور منقذ بأن يعطيه شيئا جديدا، والدكتور منقذ يقبل التحدي ويفجر المفاجأة. جناب الأستاذ ذكر أن القرآن اعتمد على الأبو كريفة. بداية دعونا نعتبر الأبو مصادر تاريخية وإن لم تعترف الكنيسة بقدسيتها، يعني ليست كتبا مقدسة، بدليل أنها مهمة جدا. ما هو الدليل على أهميتها؟ أن الكتب المقدسة وحي السماء كان ينقل من كتب أبو كريفة. رسالة يهوذا نقلت والنقل أمامكم من كتاب أبو كريفة، كتاب أخنوخ الأبو كريفة. أيضا رسالة يهوذا نقلت من كتاب صعود موسى الأبو كريفي. إذا الأبو كريفة مصدر الرب كان ينقل عنه، فإيش المشكلة لو نقل القرآن عنه إذا صح أنه نقل؟ هنا الأب وليام باركلي يخبرنا بأن وينقل عن جيروم أن يهوذا اعتاد على الاقتباس من الأسفار غير القانونية، الوحي كان ينقل من الأسفار غير القانونية. بالفعل القرآن قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه. والسؤال هل قال له أحد لا المعلومات التي أنت تقولها معروفة؟
هذا لم يحصل أبدا. حينما قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، هل قال له أحد لا نحن نعلم هذه المعلومات؟ لم يحصل هذا أبدا أبدا. جناب الأستاذ رشيد، تدرس يعقوب ملطي يقول كلمة أبو كريفة لا تعني أن ما بها ليس حق، تعتبر غير قانونية، فإنها وإن كانت ليست قانونية لكن بعضها كان له اعتباره الخاص ككتب كنسية ذات قيمة روحية وتاريخية وتاريخية وتاريخية، وهي في الحقيقة تمثل تراثا هاما بالنسبة للمؤرخين يكشف عن الكثير من الأفكار والاتجاهات والعادات التي كانت متى في الكنيسة الأولى. أيضا جوزف قزي الذي نقلت عنه يقول فكم من هذا المرفوض ما يعبر خير تعبير عن تقاليد ذات الإيمان وعاداته، كم من معلومات عن الطقوس والاحتفالات والأحداث التاريخية اعتمدت المنحولات مرجعا، لقد عاش المرفوض إلى جانب المقبول على أنهما يؤلفان معا جزءا من التراث والتاريخ والتاريخ. طيب فإذا يعني رفضك لها كقانونية لا يعنيني. ماذا يقول بارت إيرمان؟ يقول بعض التقاليد المحفوظة في الأناجيل غير الكنسية وخاصة في إنجيل توما وإنجيل بطرس قد تكون أقدم بكثير من الكتب نفسها، على الأقل قديمة قدم الأناجيل يعني. أيضا إبراهيم الطرزي في كتابه يقول قليل من الأناجيل المخفية لها مصادر مبكرة نسبيا قديمة قديمة، يوضع هذا تحت عنوان حقائق تاريخية. الغريب يا أستاذ أنك تستشهد بإنجيل الطفولة لمتى، ألا تعلم أن الناقد إليوت يقول عن هذا الإنجيل لم يعرف في الشرق ولا في ترجمات اللغات الشرقية؟ كيف تقول هو منتشر بالجزيرة العربية والناقد يقول أصلا مو معروف في بلاد العرب؟ هابر كولينز يقول هذا الإنجيل مؤلف لاتيني من القرن الثامن الميلادي، وأنت تعتبر مصدر من مصادر القرآن، يعني القرآن اللي كان في القرن السادس كان ينقل من كتاب كتب القرن الثامن، ربما يعود في شكله الحالي إلى القرن الثامن. إنجيل الطفولة تستشهد به يا أستاذ، هذا لا يستشهد به إلا الهواة. نقول هناك عبارة أو هناك قصة منقولة، ما هي؟ قصة الخلق. انظروا إلى هذه القصة، أين هي؟ تشبه قصة القرآن الكريم، ولد بيلعب فخلق من الطين فصرخ العصافير صارت آلهة، هل هذا ما حكاه القرآن أم كان القرآن يذكر ذلك في موضع آخر لا علاقة له؟ بارت إيرمان يقول نحن لا نعرف المحتوى الأصلي لهذا الإنجيل لكثرة اختلاف المخطوطات اليونانية والترجمات، لذلك نحن لا نستطيع أن نعرف متى أضيفت هذه ومتى تم التلاعب به. إنجيل الطفولة العربي لا يليق في باحث يا أستاذ رشيد أن يستشهد بهذا النص. لماذا؟ لاحظوا الفرق بين ما قاله إنجيل الطفولة العربي نقلا عن المسيح وما قاله القرآن الكريم عن حديثه في المهد، لكن الأهم من ذلك أن هذه التسمية الطفولة العربي تسمية مزورة كما يقول ستيفن ديفيز. طيب متى كتب هذا الإنجيل؟ في القرن الثامن أو التاسع كما يقول بنيامين هاريس كوبر في كتابه الأناجيل الأبوكريفية. المستشرق مرجليوس يرد على الدكتور فوستر حينما زعم أن هذا كان مصدرا للقرآن، فقال من غير المرجح أن يحصل على موافقة المتخصصين بالعربية، النقاد الذين يعدون اليوم حجة يقدرون أن هذا الإنجيل هو الذي أخذ من القرآن الكريم. لاحظ العلماء هم يقولون هو الذي أخذ. توني شتارت يقول هذا الإنجيل يعود إلى القرن الثامن أو التاسع، والأستاذ رشيد يقول هذا كان ينقل من القرآن الكريم.
والمفاجأة التي فجرها الدكتور منقذ للأستاذ رشيد والأصدقاء النصارى هو أن الكتاب المقدس كان ينقل ويقتبس من الكتب التي يقول عنها رشيد أنها هرطقات رفضتها الكنيسة. فالكتب المنحولة أو الغير معترف بها إله رشيد كان بينقل منها، فما المشكلة لو نقل القرآن منها إذا صح أنه نقل؟ ورشيد حمامي يستشهد بإنجيل الطفولة ويعتبره مصدر من مصادر القرآن، واتضح بالأدلة والمراجع أن هذا الإنجيل كتب في القرن الثامن، يعني بعد الإسلام بكتير. وبعد كل هذه المفاجآت، هل سيرد الأستاذ رشيد على أسئلة الدكتور منقذ رد علمي، أم سيستمر في شخصنة المناظرة وعدم الالتزام بأداب الحوار كما تعودنا منه؟ الشيخ لن يستطيع أن يعود أو ينزع عقله من التبول والغائط، بقي هناك، ستبقى في الخلاء. وهنا يظهر رشيد حمامي حماقته وإفلاسه العلمي الأكاديمي وافتقاره الشديد للأخلاق، ويضيع الوقت المحدد له في اتهامات الدكتور منقذ بالخروج عن موضوع المناظرة. موضوع المناظرة، المسيح في القرآن، 10 دقائق لم تقرأ لنا آية قرآنية واحدة، وكأن الموضوع هو أناجيل الأبوكريفة. لا، الموضوع هو المسيح في القرآن، وأنا أعلم جيدا أنك ستخرج عن الموضوع، أنا فقط أنبه المشاهدين من يخرج عن الموضوع. يبدو أن الأستاذ رشيد لا يريد شيئا من خارج المنهج، وعندما يفاجئه الدكتور منقذ بالرد على كل ما عرضه بالمراجع الموثقة يضطرب اضطرابا شديدا ويلجأ للشخصنة وسوء الأدب ويعلو صوته بالصراخ ويتهم الدكتور منقذ بالخروج عن موضوع المناظرة. فرشيد تحدث عن اقتباس القرآن من الأناجيل المنحولة التي تسمى بالأبوكريفة، وكان من الطبيعي أن يرد الدكتور منقذ على شبهة رشيد بالأدلة، لكن يبدو أن ذلك يزعج رشيد جدا، فهو يريد أن تسير الأمور من طرف واحد فقط. ولكن الدكتور منقذ لم يدع له الفرصة، وضعه في موقف محرج أمام السادة المتابعين، ويستمر رشيد حمامي في هجومه على الدكتور منقذ ويتهمه بالاستشهاد بآراء ملحدين. بالنسبة للأناجيل التي تطعن فيها وتطعن مستشهدا أغلب الوقت بملحدين، بارت إيرمان، قل للناس هذا ملحد، بارت إيرمان الذي كل مرة تذكر ملحد ملحد تستشهد به. طيب هل أنا استشهد الآن بأقوال ملحدين على عدم صحة القرآن، الذين قلت بأنهم قالوا بأننا لا نعتمد على الأناجيل في حياة المسيح؟ هم لا يعتبرون المسيح موجودا أصلا ويخالفون قرآنك، فإذا أنت تستشهد بجزء من كلامي وتنسى أنهم يضربون عقيدتك من الأصل. هنا رشيد بيتهم الدكتور منقذ باستشهاده بكتابات بارت إيرمان، ونسي رشيد ان بارت إيرمان هو من علماء اللاهوت، وان سبب إلحاده ما عرفه من أخطاء كثيرة في الكتاب المقدس. والدكتور منقذ قام بالرد على هذا الاتهام بقوله: عموما بارت إيرمان هو واحد من أهم بس مش بلاش من هو أهم علماء النقد النصي المعاصرين اليوم، يعني ما هو شخص عادي. عموما ليس عيبا أن تستشهد لا بملحد ولا بغير ملحد إذا كان شخصا أكاديميا محترما يقدم رأي. الحقيقة هذه مغالطة يقع فيها الأستاذ رشيد وغيره من المسيحيين، هي مغالطة المنشأ. أنا رافض هذا الإنسان، معناته أنا ما عجبني طوله ما عجبني عرضه، فمعنى ذلك لا يصح الاستشهاد به. بالمناسبة هو نفسه وقع في بهذه المغالطة مرة ثانية وثالثة ورابعة. هو الآن عندما استشهد على القرآن الكريم بأنه مأخوذ من كتب الأبوكريفة ولا غيره، من أين أتى بدليله؟ أتى بدليله من أقوال علماء نصارى منصرين كارهين للإسلام. طيب هذه ليست مغالطة؟ يعني شو الفرق بين من أنا استشهد بملحد وبين هو يستشهد بنصارى مثل تسدال وغيره على أنهم قالوا في القرآن كيت وكيت وكيت؟ لا أهمية له. الحقيقة هو لم يستشهد إلا بقول يعني واحد، اللي هو مين؟ عباس العقاد. ما هو من هو عباس العقاد؟ عباس العقاد أديب. إذا كنا نحكي في موضوع أدبي فهذا الرجل أديب، يستطيع أن يقول المنفلوطي أخطأ، ويستطيع يقول أحمد شوقي وحافظ إبراهيم وغيره. لكن نحن الآن نتحدث في قضية عقدية. أنا لمن أحضرت أسماءهم كلهم جماعة أكاديميين متخصصين في هذا العلم، مش عبارة عن أدباء هون وهون. فأنا لمن أحضر كلام بارت إيرمان ولا غير من بارت إيرمان، يعني هؤلاء علماء، وهؤلاء العلماء لهم كلمة، وهذه الكلمة لها قيمة في الأوساط العلمية. فيعني ما في أي إشكال حقيقة، يعني هذه مغالطة المنشأ لا يمكن أن أقبل بها أبدا أبدا.
وكان رد رشيد على مداخلة الدكتور منقذ التي وضح فيها أقوال معاصر المسيح وتلاميذه بأنه إنسان ونبي مرسل بقوله: كل وقته ويتستشهد بأقوال ماذا قال الناس. لو جبت لك ماذا قال الناس عن محمد، قالوا عنه مجنون، قالوا عنه شاعر، قالوا هل هذه حجة أنه كذلك؟ نعم الناس قالوا هذا نبي، والمسيحيون يعتبرون المسيح نبيا. إيه رأيك يا دكتور منقذ فيما قاله رشيد؟ طبعا لا، ليش؟ اللي قالوا عن محمد عليه الصلاة والسلام بأنه ليس بنبي، شاعر وكذاب، هذول إيش كانت عقيدتهم؟ خصوم، كانوا كافرين به، كانوا كافرين به، كانوا أعداؤه. لكن اللي استقبلوا المسيح وفرشوا الأغصان الشجر، فرسوا أغصان الشجر تحت رجله، وخلعوا ملابسهم وخلوها إيش يدوس عليها المسيح حتى لا يدوس على الأرض، وارتجت المدينة قائلة: من هذا؟ قالوا: هذا يسوع النبي. هذول أحباب المسيح ولا أعداؤه؟ طيب لما حكى، لما كل الشواهد اللي أنا حكيتها هم أحباب المسيح ولا هم أعداء الذين يقولون بأنه نبي فقط؟ من المفارقات الغريبة أن رشيد يتهم الدكتور منقذ بالخروج عن موضوع المناظرة التي هي شخصية المسيح في القرآن، ويقول أن القرآن أخطأ في قصة المسيح وأمه. القرآن جعل مريم أخت هارون، لماذا هارون بالضبط؟ طب ما يقول لا يا أخت شمعون، يا أخت فلان، يا أخت أي واحد، لماذا أخت وليست ابنة؟ لماذا لم يقل ابنة هارون؟ وقتها كنا قلنا أنه لم يقع في هذا الخطأ. قد ورد في القرآن عند الحديث عن قصة مريم قوله تعالى: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. وهنا اعتقد رشيد حمامي أن القرآن أخطأ عندما وصف مريم بأنها أخت هارون، وافترض أن المقصود بهارون هو نبي الله هارون أخو سيدنا موسى عليه السلام. ولكن عندما نتأمل السياق القرآني الذي وردت فيه الآية، نجد أن الوصف الذي وصفت به السيدة مريم عليها السلام لم يكن تسمية قرآنية، وإنما جاء وصفا حكاه القرآن على لسان قوم السيدة مريم وهم اليهود، وعندما علموا بحملها بسيدنا عيسى عليه السلام مستنكرين ذلك الحمل واتهموها في شرفها. فالله سبحانه وتعالى نقل ما قالوا، حيث قال سبحانه وتعالى: فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. فقول سبحانه يا أخت هارون إنما هو حكاية لتلك المقولة التي صدرت عن قوم مريم. أما معرفة السبب في وصف قوم مريم لها يا أخت هارون فهذا أمر آخر يوضحه لنا الدكتور منقذ. يتحدث الأستاذ في 10 دقائق عن يا أخت هارون. هذه الشبهة أجاب عليها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، لما قيل له، قال نصارى نجران للمغيرة بن شعبة، قال له: كيف تقولون بأن موسى، بأن مريم ابنة هارون، عفوا، بأنها أخت هارون وبينهما قرون؟ ماذا قال؟ إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم. يعني مش أخوها، يعني في فرق بينهم، في مسافة هائلة بينهم، لكن كان لها اسم، كان لها أخ اسمه هارون، ليس هارون، لأنهم كانوا يعظمون الأنبياء فيسمون بأسمائهم. يعني أنت بتوقع أنه ما كان في ذلك الزمان ولا شخص أبدا من اللي قلق أنه لازم ينصرف ذهن لأخ واحد اسمه هارون اللي هو كان قبل 1000 سنة. يعني هذه مغالطة رجل القش، تضع المغالطة وتقول القرآن أخطأ. يا أخت هارون يعني شبيهة هارون في العبادة، وتوجد نصوص في الكتاب المقدس تؤكد هذا المعنى، ومن ضمن هذه النصوص ما جاء في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا 16:1: أوصي إليكم بأختنا فيبي التي هي خادمة الكنيسة التي في كنخرية. وهنا تعني شبيهتنا في العبادة. وهناك نص في سفر أخبار الأيام الأول 12:27 يؤكد أن كل رئيس كان يسمى هارون، حيث يقول: ويهويادا رئيس الهارونيين ومعه 3700،
وهذا معناه أن أي شخص يشغل منصب رئيس كهنة كان يسمى هارون. وتفسير النص يوضحه القمص تدرس يعقوب ملاطي بقوله: دعي الكهنة هارونيين لأنهم من نسل هارون. ودائرة المعارف الكتابية المسيحية في شرحها لكلمة أخت أن كلمة أخت تستخدم كثيرا في العهد القديم للإشارة إلى أخت شقيقة من نفس الأبوين، أو أخت من أحد الأبوين، أو امرأة من نفس العائلة أو العشيرة، أو امرأة من نفس البلد أو الناحية، أو يقال مجازيا عن مملكتي إسرائيل ويهوذا إنهما أختان، تعتبر المدن المتحالفة إخوات. وذكروا أمثلة كثيرة لكلمة أخت، وهذه الأدلة تؤكد صدق ودقة وبلاغة القرآن في قوله يا أخت هارون. ثم بعد ذلك يعترض رشيد حمامي على موضوع المحراب وقال: كيف اليهودية أن تدخل الهيكل؟ أما عن المحراب يقول: تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها حسنا نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب. إيه هو المحراب؟ محراب هو قدس الأقداس، لأن زكريا خرج على قومه من المحراب في الهيكل، والمحراب من الكتاب المقدس نعرف أنه قدس الأقداس أيضا، قدس الأقداس من ملوك الأول، قدس الأقداس من ملوك الأول الأصحاح الثامن أيضا. وفي الأناجيل المنحولة عندما بلغت 12 من عمرها اجتمع الكهنة في هيكل الرب وقالوا: ها هي مريم أمضت 10 أعوام في الهيكل. وأيضا لما حصل الحمل تقول أناجيل منحولة أن يوسف قال لمريم: أنت التي كنت صاحبة قيمة فاقئة في عيني الرب، لماذا تصرفت على هذا النحو ولماذا نسيت الرب إلهك؟ أنت التي ربيت في قدس الأقداس. أي واحد يعرف أن النساء يبقون في هذه الساحة ولا يستطيعون الدخول حتى لهذه الساحة، فكم بالأحرى إلى القدس وكم بالأحرى إلى قدس الأقداس. رد على رشيد حمامي يكون بالاستشهاد بنصوص الكتاب المقدس الذي يؤمن به، فقد جاء في إنجيل لوقا الإصحاح الثاني عدد 36-37: وكانت نبية حنة بنت فنوئيل من سبط أشير، وهي متقدمة في أيام كثيرة، قد عاشت مع الزوج 7 سنين بعد بكوريتها، وهي أرملة نحو 84 سنة لا تفارق الهيكل، عابدة بأصوام وطلبات ليلا ونهارا. وهذه المرأة لا تفارق الهيكل أبدا. وفي كتاب السنكسار القبطي يوضح أن السيدة مريم دخلت الهيكل حيث جاء في عنوان رئيسي تذكار تقديم القديسة العذراء مريم إلى الهيكل بأورشليم سن 3 سنوات 3 كيهك. في مثل هذا اليوم تذكار دخول السيدة العذراء البتول والدة الإله القديسة مريم إلى الهيكل، ثم مضت بها إلى الهيكل مع العذارة. وبعد كل ذلك يأتي رشيد حمامي ويكرر جملته الشهيرة: الدكتور منقذ يخرج عن موضوع المناظرة، وإنه لا يفي بوعوده، وإنه معظم وقته يقول قال الناس، ويستشهد بأقوال الناس عن المسيح. ويبدأ رشيد في طرح شبهاته ويتطرق لقضية صلب المسيح والشبيه، فيقول: مسألة شبه لهم، يقول القرآن: وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم، وما لهم به من علم إلا اتباع الظن. يقول: طب كيف شبه لهم؟ مأساة مفسر القرآن. طب مين شبه؟ مين شبه؟ وهذا التحدي أطلقه للشيخ: هل تستطيع أن تقول لنا من صلب بدل المسيح؟ لن يستطيع، لا هو ولا الأزهر ولا كل الأمة الإسلامية. يطلق رشيد التحدي الذي يفشل دائما فيه، ويقول للدكتور منقذ: هل تستطيع أن تقول لنا من صلب بدل المسيح؟ ثم يجيب عن نفسه ويقول: لن يستطيع، لا هو ولا الأزهر ولا الأمة الإسلامية. ولكن يفاجئه الدكتور منقذ بقبول التحدي برد علمي بالأدلة والمراجع التي كتبها مستشرقين وعلماء مسيحيين وكذلك من الكتاب المقدس. يسأل الأستاذ: من هو الشبيه؟ القرآن لا يعنيه من هو الشهيد، من هو ذاك الشبيه، إنما يعنيه بأن المسيح قد نجا، بأن المسيح قد نجا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. من اللي صلب بعد ذلك هذا الموضوع لا يهمنا، أنت كتابك معني بهذه التفاصيل، أما كتابنا فيجمل فيما لا فائدة من تفصيله. يقول الناقد إيريان دينيس إيريك نينهام، يقول:
في القرن في الإنجيل الرابع، في الوقت اللي كان الإنجيل الرابع بينكتب فيه، يعني في القرن الميلادي الأول، كان هناك دعوة مشهورة بأن سمعان القيرواني صلب بدلا عن المسيح. متى هذا؟ في القرن الميلادي الأول. واستدل على ذلك العلماء بمسألة، بأنه الأناجيل الثلاثة تتحدث بأن سمعان القيرواني حمل صليب المسيح. في يوحنا لما كان في آخر القرن الميلادي الأول كتب إنجيله، ألغى اسم سمعان القيرواني وجعل المسيح هو من حمل صليبه، بخلاف ما قاله الإنجيليون. ليش؟ لانتشار شائعة، هذا ما يقوله معلقو الترجمة الحبرية الكاثوليكية، لعل إهماله هذا كان ردة فعل على شائعة تقول إن سمعان القيرواني صلب محل يسوع. المفسر جون فنتون يخبرنا بأن الطوائف الغنوصية التي عاشت في القرن الثاني كانت تؤمن بأن سمعان القيرواني قد صلب بدلا من يسوع. طبعا هذا النوع من أنواع المسيحية، كما قلت لك توجد ثلاثة أنواع من المسيحية، واحدة منها الغنوصية التي أصبحت عندكم تعتبر هرطوقية. باسليتس في عام 135 يتحدث عنه، إيريناوس ينقل عنه بأنه كان يتحدث، هذا رجل معاصر ليوحنا الذي كتب الإنجيل، يقول بأنه هو الذي صلب سمعان القيرواني، وأنه تغير شكله وحتى يظن أنه يسوع وقد صلب عن جهل وخطأ، ويتحدث بأن المسيح كان يقدر على تغيير شكله. هذا في التراث القديم. أوريغانوس كان يردد هذا في القرن الثالث، وكانوا يستدلون على ذلك أيضا بأنهم احتاجوا إلى من يقبل المسيح حتى يعلموا أنه هو. ليش؟ قالوا لأنه كان يستطيع أن يغير شكله، فكانوا محتاجين إلى ذلك. هذا ما يقوله تاريخكم. المسيح عليه الصلاة والسلام كان قادرا على أن يخرج من أيديهم بطريقة عجيبة. ما الذي أعجزه أن يهرب منهم في ذلك اليوم؟ نعم يا أستاذ، أنت تقول بأن المسيح قد جاء ليصلب، لكن حينما تقرأ في التوراة وفي الإنجيل ترى دلالة واضحة على أنه لم يصلب، وأنه كان كارها لعملية الصلب. فمثلا عندما صرخ على الصليب إيلي إيلي لما شبقتني، هل هذا كان راض أم يائس؟ حينما قال لهم إن سألت لا تجيبونني ولا تطلقونني، إذن المسيح عليه الصلاة والسلام كان كارها، ما قتلوه وما صلبوا. الأستاذ يقول من أين أتيت لنا بفكرة الشبيه؟ طيب يمكن تكون موجودة في كتابك يا أستاذ أن الذي صلب هو ليس المسيح صلى الله عليه وسلم بل شخص آخر. نقرأ المزمور 22، كل المسيحيين بيقولوا أنه يتحدث عن حادثة الصلب. إلهي إلهي لماذا تركتني؟ في النهار أدعو فلا تستجيب، في الليل أدعو فلا هدوء لي. هل تعتقد أن هذا الذي لا يستجيب الله له هو الذي قال عن نفسه في يوحنا وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي؟ بالتأكيد هو ليس هو، هو شخص آخر، لذلك نحن نقول هناك بديل. أتدري أن هذا المصلوب ماذا يقول عن نفسه؟ يقول إليك صرخوا فنجوا، عليك اتكلوا فلم يخزوا، أما أنا فدودة لا إنسان. هل تعتقد أن المسيح يقول عن نفسه بأنه دودة؟ أنا أنزه المسيح عليه الصلاة والسلام عن ذلك وأقول بأن الدودة كان شخص آخر. ما رأيك في يوحنا 19 يقتبس من المزمور 134 ليثبت لنا أنه نبوء عن المسيح؟ ماذا يقول هذا المزمور؟ يقول كثيرة هي بلايا الصديق، من جميعها ينجيه الرب. ماذا تعني لك كلمة من جميعها ينجيه الرب؟ يحفظ جميع عظامه، واحد منها لا ينكسر. الشر يميت الشرير، الشر يميت الشرير، ومبغضي الصديق يعاقبون. هل تحقق هذا في يهوذا الاسقريوطي؟ اخبرني متى. ما رايك فيما جاء في سفر الحكمه الذي لا تؤمن به يؤمن به الكاثوليك والارثوذكس؟ يقول فان كان البار ابن الله فهو ينصره وينقذه من ايدي مقاوميه. هل كان المسيح ابن الله البار فانقذه الله تبارك وتعالى؟ وبعد هذا الرد العلمي الأكاديمي المحترم من الدكتور منقذ لرشيد،
ظهر على رشيد حمام التوتر لأنه تفاجأ من كم المصادر اللي عرضها الدكتور منقذ، ويبدو أنه قرأ جيدا أفكار رشيد وحضر المادة العلمية التي لم يتوقعها الأستاذ رشيد، لدرجة أنه اعترف أنه يوجد شبيه تم صلبه بدلا من المسيح. ثم تقول بأنه سمعان القيرواني قد يكون هو البديل. طب اعتني من القرآن، أنت تحتاج إلى الأناجيل. هل القرآن ذكر لك سمعان القيرواني؟ أنت تحتاج إلى الأناجيل لمعرفة الأسماء، أنت تحتاج إلى الأناجيل لمعرفة الأماكن، أنت تحتاج إلى الأناجيل حتى تعرف الأزمنة. لماذا؟ لأن القرآن لا يعطيك هذه التفاصيل. يعترف رشيد حمامي بأن الإنجيل قد ذكر الشبيه الذي صلب بدلا من المسيح، ولكنه يريد الدليل من القرآن ظنا منه أنه يمجد الأناجيل وأنها أفضل من القرآن لأنها ذكرت تفاصيل لم يذكرها القرآن. ثم ينتقل رشيد إلى عرض مشكلة أخرى، مشكلة الاسم عيسى. وأنا أتحداك أمام المشاهدين أن تشرح ما معنى عيسى، من أين أتت عيسى؟ ويواصل رشيد عرض التحديات واحدة تلو الأخرى، ويقول للدكتور منقذ: أتحداك أن تشرح ما معنى عيسى ومن أين أتت كلمة عيسى. وكالعادة يفحمه الدكتور منقذ بالرد العلمي الأكاديمي. الحقيقة اسم عيسى اسم موجود عند الصحابة، موجود عند العرب قبل الإسلام، لذلك ثلاثة من الصحابة الذين ولدوا قبل الإسلام كان اسمهم عيسى. لا يمنع أنه كان في ناس بيسموهم يسوع، بيسأل يقول هذا عيسى الصباحي والثقفي والعبسي، يقول من أين أخذ العرب اسم عيسى؟ يجيبك على ذلك مستشرق مهم جين أوليف. ماذا يقول جين أوليف؟ يقول من الممكن أن يكون عيسى هو في الواقع الاسم الأصلي ليسوع، يمكن يكون هو الاسم الأصلي ليسوع، لكنه يرجح أن عيسى كان شكلا عربيا من الاسم السائد بين المسيحيين الناطقين بالسريانية، ويذكر في دائرة المعارف الكتابية شيء من هذا. آرثر جيفري أيضا كان يقول بأن هذا الاسم مأخوذ من اسم عربي. إذن هؤلاء العلماء كانوا يقولون ذلك. يقول من أين اشتق هذا الاسم، من أين اشتق هذا الاسم؟ دعني أجيبك فأقول بأن العلماء قالوا بأنه اسم أعجمي ليس له اشتقاق عربي، لكن إذا أردت اشتقاقه فلدينا أحد أمرين: العيس أو العوث، وهو السياسة. هذا من الممكن أن يكون اسما للمسيح عليه الصلاة والسلام، أو منظر للمسيح عليه الصلاة والسلام في هذا الاسم بهذا الأمر. طيب ليش العرب عدلت عن اسم يسوع إلى اسم عيسى؟ لأن كلمة يسوع في اللغة العربية تعني يضيع، معنى أساع أي ألقى في السياع أو ألقاه في الضياع، لأن هذا الاسم لا يليق بالمسيح عليه الصلاة والسلام في لغة العرب. من أجل ذلك غيره العرب قبل الإسلام إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، ساعة يسوع، ساعة الشيء إذا ضاع. إذن جناب، لأن القرآن أو لأن العرب أيضا من قبل القرآن تعظم هذا النبي، رفضت أن تشتق له اسم يسوع من الضياع وغيروا هذا الاسم إلى ما تراه الآن. يقول جناب الأستاذ، يقول هذه الكلمة أو هذه كلمة الله، يقول كلمة الله هو المسيح عليه الصلاة والسلام. الحقيقة أولا لم كلمة الكلمة هذه في عليها اعتراضات. الأول أنها مأخوذة من الفكر اليوناني وليست مسيحية قالها المسيح عليه الصلاة والسلام. هذا ما يقوله مرقس عزيز، يقول هذه مستعارة من فيلو اليهودي الأسكندراني. الكنيسة المسيحية الأولى استفادت كثيرا من الصور والتفكير المنطقي اليوناني وملأته بالرسالة المسيحية أي بالإنجيل، فهذا بالحقيقة مقتبس من اليونان. أيضا براتراند راسل يقول في تاريخ الفلسفة، يقول ما قاله القديس يوحنا عن اللوغوس إنما هو مأخوذ من الوثنيات من ديانة أفلاطون. نفس الكلام يقوله بيرسيان شالي. أقول المسيح كلمة الله. ماذا تعني كلمة الله؟ كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. نريد أن نعرف ماذا هم تعني كلمة الله، قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه،
إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي أن المسيح خلق بكلمة الله تبارك وتعالى، بكلمة كن، فهو مخلوق بكلمة الله وليس هو كلمة الله. كلمة اضطهاد اليهود قد تعني اضطهاد النازيين لليهود وتعني اضطهاد اليهود الفلسطينيين، مرة تدل على اسم الفاعل مرة تدل على اسم المفعول. كلمة الله يعني خلق بكلمة الله. يقول الإمام ابن كثير: ليس الكلمة صارت يسوع، ولكن بالكلمة صار عيسى. ونفس الشيء يقول الإمام البخاري، ويرى أن ذلك مصداق قول الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يقول: هل هو كلمة الله الخالقة أم المخلوقة؟ القرآن يجيبك: إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. ثم يقول: كذلك الله يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، كن فيكون. يقول الأستاذ: طيب الله عز وجل خالق الخنازير وخالق إلى آخره، ليش المسيح سمي كلمة الله؟ لعدة أمور. الأمر الأول: ذلك من باب التعظيم له عليه الصلاة والسلام. أنت لا تعظم الله فتقول: يا رب أنت خالق الخنازير، لكنك تقول أنت خالق الكرام. فمن الإكرام لله جزيلا عز وجل أن لا ينسب إليه كل شيء، ولو كان هو أول خنزير خلق بكلمة الله وأول حمار خلق بكلمة الله، لكن ليس من الأدب أن ينسب هذا إلى الله تبارك وتعالى. لا نعود إلى هذا الموضوع. ثم بعد ذلك يطالب رشيد حمامي الدكتور منقذ بأن يشرح معنى كلمة الله، وهل كلمة الله خالقة أم مخلوقة؟ المسيح كلمة من الله. يقول القرآن: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، عفوا، بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. ثم يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. إيه هي كلمة الله؟ هل الكلمة هي كن؟ لا طبعا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأنا أسأل الشيخ: ما معنى المسيح كلمة الله؟ هل تستطيع أن تشرح للمشاهدين هذا الأمر من القرآن؟ هل كلمة الله خالقة أم مخلوقة؟ ويوضح له الدكتور منقذ هذا الأمر، ويقول له أن هذه الكلمة ليست مسيحية، وإنما مأخوذة من الفكر اليوناني. يقول جناب الأستاذ: يقول هذه الكلمة أو هذه كلمة الله، يقول كلمة الله هو المسيح عليه الصلاة والسلام. الحقيقة أولا لم كلمة الكلمة هذه في عليها اعتراضات. الأول أنها مأخوذة من الفكر اليوناني وليست مسيحية قالها المسيح عليه الصلاة والسلام. هذا ما يقوله بطرس عزيز، يقول هذه مستعارة من فيلو اليهودي الأسكندراني: الكنيسة المسيحية الأولى استفادت كثيرا من الصور والتفكير المنطقي اليوناني وملأته بالرسالة المسيحية أي بالإنجيل. فهذا بالحقيقة مقتبس من اليونان. أيضا براتراند راسل يقول في تاريخ الفلسفة، يقول: ما قاله القديس يوحنا عن اللوغوس إنما هو مأخوذ من الوثنيات من ديانة أفلاطون. نفس الكلام يقوله بيرسيان شالي. أقول المسيح كلمة الله، ماذا تعني كلمة الله؟ كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. نريد أن نعرف ماذا هم تعني كلمة الله، قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي أن المسيح خلق بكلمة الله تبارك وتعالى، بكلمة كن، فهو مخلوق بكلمة الله وليس هو كلمة الله. كلمة اضطهاد اليهود قد تعني اضطهاد النازيين لليهود وتعني اضطهاد اليهود الفلسطينيين، مرة تدل على اسم الفاعل مرة تدل على اسم المفعول. كلمة الله يعني خلق بكلمة الله. يقول الإمام ابن كثير: ليس الكلمة صارت يسوع، ولكن بالكلمة صار عيسى. ونفس الشيء يقول الإمام البخاري، ويرى أن ذلك مصداق قول الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم
خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يقول هل هو كلمة الله الخالقة أم المخلوقة؟ القرآن يجيبه: إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. ثم يقول: كذلك الله يخلق ما يشاء. يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، كن فيكون. يقول الأستاذ: طيب الله عز وجل خالق الخنازير وخالق إلى آخره، ليش المسيح سمي كلمة الله؟ لعدة أمور. الأمر الأول، ذلك من باب التعظيم له عليه الصلاة والسلام. أنت لا تعظم الله فتقول يا رب أنت خالق الخنازير، لكنك تقول أنت خالق الكرام. فمن الإكرام لله عز وجل أن لا ينسب إليه كل شيء، ولو كان هو أول خنزير خلق بكلمة الله وأول حمار خلق بكلمة الله، لكن ليس من الأدب أن ينسب هذا إلى الله تبارك وتعالى. لا نعود إلى هذا الموضوع. بعد ذلك يقول رشيد: كيف يكرم القرآن المسيح وهو ينكر لاهوته؟ أنكر لاهوته. رشيد يقول أن القرآن أنكر لاهوت المسيح، بالرغم أن المنصرين ادعوا أن القرآن يثبت لاهوت المسيح، وعلى رأسهم القميص زكريا بطرس، وبذلك يكذب رشيد كل من قال أن القرآن يقرب إلهية المسيح. إلهية المسيح من القرآن، احنا اتكلمنا عن الموضوع ده كتير طبعا في الحلقات، وممكن إذا كان سمعني محمد دلوقتي يدخل على الموقع بتاعنا اللي هيتحط على الشاشة الفادي فاضل زكريا دوت كوم، ويشوف إلهية المسيح، واحنا متذاكر فيها آيات من القرآن بتثبت ذلك. يعني مش بس زكريا بطرس اللي كان بيدعي ان إلهية المسيح موجودة في القرآن، كل المناصرين عملوا فيديوهات وأكدوا فيها الكلام ده، زي مثلا زي في هنا فيديو بعنوان إثبات ان المسيح هو الله الحقيقي من القرآن، قناة المخلص، وفي فيديو تاني بعنوان القرآن والإنجيل يشهدان أن المسيح هو الله، فيديو للأخ شمعون، وفيديو تاني بعنوان المسيح هو الله بإثبات من القرآن والأحاديث المحمدية الصحيحة، قناة اعرف الحق اتبع الحق انشر الحق، وفي فيديو تاني بعنوان المسيح هو الله من القرآن والإنجيل والتوراة كيف، دي كلمة للدكتور وجيه رؤوف، وفي فيديو تاني باسم او بعنوان آية في القرآن تثبت ألوهية المسيح بشكل قاطع لواحد كده ملوش لازمة اسمه حسين العراقي، وفي فيديو تاني باسم المسيح والله من القرآن لديفيد بيتر براون، وحاجات كتير من هذا القبيل. يعني والعلم الأستاذ رشيد والمتابعين من النصارى ان مش القرآن بس هو اللي أنكر ألوهية المسيح، وده اللي هيقول لنا عليه الدكتور منقذ. معاصرون المسيح عليه الصلاة والسلام، هل كانوا يؤكدون ما قاله القرآن الكريم عن نبوة المسيح أم كانوا يقولون ألوهيته؟ إذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. والقرآن ما قاله، قاله يسوع عن نفسي: أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. نرى واحدا من الفريسيين اليهود الذين لا يؤمنون بيسوع، لنرى هل هو يكفر بالمسيح نبيا أم يكفر به إلها؟ فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك تكلم في نفسه قائلا: لو كان هذا نبيا، فهو يكذب نبوته، أما ألوهيته فهذا الأمر لم يدر في خلدهم. لذلك يقول القس متى المسكين، يقول: فالفريسي رأى شهادة بأن المسيح ليس نبيا كما يدعى عنه، إذن كان ينكر نبوته التي أذيعت عنه. ويقول جون ماك آرثر: لقد علم يسوع أفكار سمعان وبين له حقا أنه نبي. إذن المسيح كان يقول بأنه نبي. اليهود كانوا يرفضون نبوة المسيح، فقالوا لنيقوديموس: إنه لم يقم نبي من الجليل. فكل ما قالوه هو إنكار نبوته، لأن موضوع ألوهيته كان غير مطلوب. لو رجعنا إلى التاريخ القديم، يخبرنا البابا طوادروس بأن الغنوصيين كانوا يؤمنون بأن المسيح إله من الدرجة الرابعة، مو من الدرجة الأولى، من الدرجة الثانية الثالثة الرابعة. الأبيونيون كانوا في القرن الميلادي الأول كانوا يعتبرونه نبي ممتاز.
تلاميذ يوحنا المعمدان أنكروا له. إذا عندنا آباء وناس في القرن الأول قريبين من عصر الرسل كانوا يؤمنون بأن المسيح إنسان. يقول الكاردينال جان دانيالو، يقول لقد ظهر باكرا جدا باكرا جدا في المسيحية تيار يرى في يسوع إنسانا كسائر الناس، إنسانا كسائر الناس ما في لاهوت أبدا، وكانوا يرون أنه أصبح النبي الأمثل بعد حادثة العمد. 31 أسقف أكبر الأساقفة الأنجليكان في الكنيسة التي تنتمي إليها عملوا استفتاء في عملوا استبيان لهم في صحيفة الدين نيوز، سألوا 31 من 39 الذين وافقوا على المشاركة، 11 منهم فقط قال ينبغي على المسيحيين أن يعتبروا المسيح إلها وإنسانا، 19 أسقف يكفي أن يعتبر يسوع وكيل لله، وفي واحد رفض أن يتحدث بشيء. هذا نشرته جريدة الديلي نيوز في تاريخ 25/6/84. نعم البابا الكاثوليكي بينيفاس كان يسخر من الذين يؤمنون بلاهوت المسيح، يقول من البلاهة بلاهة أن نعتقد أن الله واحد وثلاثة في آن واحد. هذا إله، هذا بابا للكنيسة كان يقول من البلاهة أن تعتقد أن العذراء قد ولدت طفلا، أن الله قد صار إنسانا. طيب أنت كيف بابا؟ قال هذا ما أؤمن به وأعتقده، كما يؤمن ويعتقد كل إنسان متعلم. أما السوق اللي بيؤمن بأن المسيح إنسان فيعتقدون غير هذا. علينا أن نتكلم كما يتكلم السوق، وعلينا أن نفكر ونعتقد كما يفكر القلة. هذا بابا من بابوات الكنيسة يا أستاذ. اليوم معظم الذين يؤمنون بالمسيح عليه الصلاة والسلام يؤمنون به نبيا ولا يؤمنون بلاهوت. وهنا أكد الدكتور منقذ أن معاصر المسيح عليه السلام قالوا مثل ما قاله القرآن بأن السيد المسيح هو نبي ورسول من عند الله. وبالتاريخ للرجوع القديم يتضح أن الطوائف المختلفة في القرن الميلادي الأول يعتبرون المسيح إله من الدرجة الرابعة، وهم الغنوصيين. أما الأبيونيين يقولون أن المسيح نبي ممتاز، أما تلاميذ يوحنا المعمدان أنكروا لاهوت المسيح. رشيد بيقول أن من مظاهر عدم تكريم القرآن للمسيح أنه ادعى تحريف الكتاب المقدس، ولتناقضه ادعى في حلقة شخصية له أنه لا يوجد دليل في القرآن يثبت تحريف الكتاب المقدس. لا يوجد أي اتهام صريح في القرآن وفي الحديث في القرآن وفي الحديث بتحريف الكتاب المقدس، لا يوجد. هنا رشيد بيناقض نفسه بنفسه، فكيف لا يوجد دليل على تحريف الكتاب المقدس في القرآن، وفي نفس الوقت يتهم الإسلام بأنه قال أن الكتاب المقدس محرف؟ وهنا أحب أوضح معلومة لرشيد، أن اللي ادعى أن التوراة والإنجيل محرفين هو علماء النصارى مش حد تاني، والقرآن جه علشان يذكركم بالتحريف اللي اكتشفه علماءكم. فالقرآن أكد أن في تحريف، وعلماءكم شرحوا لنا مين اللي حرفه وازاي اتحرف وفين اتحرف واتحرف ليه، وانا وضحت الكلام ده في حلقة سابقة. ومن الملاحظ ان الدكتور منقذ اجاب على اسئلة الاستاذ رشيد وقابل تحديه في كل المداخلات، ولكن الدكتور منقذ تحداه في مناظرة بعنوان هل اعلن المسيح الوهيته؟ اتحداك ولن تقبل التحدي في مناظرة بعنوان هل اعلن المسيح عن الوهيته؟ أما التحدي الثاني فقال له أتحداك أن تناظرني ولن تقبل التحدي بعمل مناظرة بعنوان هل تنبأت المزامير بصلب المسيح أم بنجاته؟ ما رأيك بعنترية جديدة وأنت عاجز عن الرد على هذه العنترية بالقبول؟ أتحداك ولن تقبل التحدي، أتحداك أن تناظرني هل تنبأت المزامير بصلب المسيح أم بنجاته؟ ولا تقدر على ذلك. بالرغم من ذلك لم يرد رشيد حمامي على الدكتور منقذ في تحدياته، وقال تتحداني؟ أنا قلت لك في الإيميلات أترك عنترياتك، أترك عنترياتك، أنت الآن في مناظرة، ورينا شطارتك في المناظرة الآن، هذه مش فرصة لعرض مناظرات قادمة، دائما تقوم بالشيء نفسه.
تعلم أن هذا وقت للمناظرة وليس للتنسيق لمناظرة. ولكن يبدو أن رشيد حمامي يتهرب من الرد بالموافقة أو الرفض، ولكنه يراوغ كالعادة، وهذا ما وضحه الدكتور منقذ بقوله. اللي بدي أقوله يا أستاذ، التنسيق للمناظرة يكون بالفعل بعد المناظرة، لكن قبول التحدي يكون في وسط المناظرة إذا كنت قادرا، ولا أظنك قادرا على ذلك. ونتيجة لهذا التحدي والإفحام العلمي لرشيد حمامي، بدأ يفقد أعصابه ويتوتر. النص الصريح أعتقد أنه النص مش ظاهر على الشاشة، فأنا سأحاول إظهاره على الشاشة. أرجو مش من القناة. أنا عارف، أنا بحاول. وتوتر رشيد ناتج عن عدم توقع ردود الدكتور منقذ على أسئلته، بالرغم أن رشيد حمامي دايما كان لما حد يطلب مناظرته زي الأخ أبو عمر الباحث أو الأخ نور طارق وغيرهم، كان بيقول له أنه عايز يناظر حد من المتخصصين. فجزى الله الدكتور منقذ خير الجزاء، حيث أظهر أنه عالم ودارس متخصص في علم مقارنة الأديان، ويمتاز بالأدب وحسن الاستماع، بعكس رشيد الذي يشتم ويسب، لأن كل ما فعله رشيد هو الشخصنة وإساءة الأدب ورمي الشبهات وتجاهل أي سؤال يطرحه الشيخ منقذ. فمداخلات الدكتور علمت الأستاذ رشيد دينه وعقيدته، لأن رشيد جاهل بأناجيل أبو كريفة الذي كان يعتقد أنها كانت مكتوبة قبل الإسلام. كما لم يكن يعرف رشيد أن اليهود يسموا أبنائهم بأسماء أجدادهم، ولم يكن يعلم بأن الذين آمنوا بالمسيح آمنوا به كنبي ورسول مرسل من الله وليس إله، وقارن بمنتهى الجهل بين رأي معاصري المسيح وبين أعداء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كما ذكر رشيد أن القرآن مأخوذ من إنجيل الطفولة، وأجابه الدكتور منقذ وضح له أن هذا الإنجيل كتب في القرن الثامن، أي بعد نزول القرآن، وكان الفرق واضح ما بين المصادر والاقتباسات اللي عرضها الدكتور منقذ والمصادر والاقتباسات اللي عرضها رشيد حمامي. ولقد وعد الدكتور منقذ الأستاذ رشيد وعدا من فترة طويلة. أستاذ رشيد، أرجوك وافق، من فضلك وافق، وأعدك سأعلقك على صليب الحقيقة. ولقد وفى الدكتور منقذ وعده، وذكر ذلك في مداخلته مع الإخوة بعد المناظرة. يعني كان يهمني جدا أنه يعني الوعد اللي وعدته إني ما أخلفه، يعني بتعرف الوعد صعب، وأنا وعدت وعد وإن شاء الله لا أوفي له في الوعد مرة تانية وثالثة ورابعة وخامسة، وعدت أن أعلقه على صليب الحقيقة. وقد كان، والحمد لله. يعني أنا بدي يصعب علي، بتصعب علي نفسي إني ما يعني ما أوفي بالوعد. وأنت بتعرف يا شيخ أبو عمر إنه من صفات المؤمن، من صفات المؤمن إنه إيش؟ إنه إذا وعد أوفى. نعم بالفعل يا دكتور منقذ، لقد وعدت فأوفيت، فجزاك الله خيرا. وفي نهاية الحلقة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويزدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.